عارفة من مجال السياسة دي احنا لو قعدنا نتكلم فيه هنخش في قصص صعبة شديد. اي مرأة زي ما قالت منى احنا يمكن هندور في حتة واحدة انه اللي هي الفكرة الذكوري ده. احنا عندنا تركيبة بتاعت مجتمع سوداني اصلا من بداية ما انت بتقومي انت شافعة صغيرة بتتفرزي اصلا انه ده محل النسوان اوتوماتيك كده اي يعني تلقائيا يعني بدون اي غريب الامر انه بتفرزك المراه ذاتها صحيح. مش ابوكي وهي صعب اقناعها بانها تغير فكره اصعب من الرجل بالمناسبه ايوه فانت تلقائيا بتلقي روحك مايله لده اكثر مايله للاجتماعي اكثر مايله لكده لا اراديا المساله دي بتحركك في اللاوعي حقك بتتحركي في المجال ده لما تجي لمساله السياسه معروف تماما انه افريقيا عموما خلي قصه السودان ده كحاله خاصه افريقيا عموما ما فيها الـ يعني اللي هي حريه بتاعت ممارسه السياسه حريه ممارسه السياسه دي معناها انه انا ممكن اعارض من غير ما اتعرض لاعتقال او تعذيب او كذا ما في يعني اخو او ابو او زوج بيقبل انه مرته يتم اعتقالها يعني الا ما ندر يعني الا من رحم ربك فالمساله دي بقوم بقول لك اسمعي هاي ما تجيب لنا مشاكل ولا كذا عايزه تشتغلي في الجرايد اكتبي في مساله في حين انه احنا لما نكتب في المجال الاجتماعي والمجال ايه السياسه دي شنو مش هي ما يهم الناس هي مرتب بتاع الناس اجتماعي وسياسي شأن الناس ما في حاجه اسمها يعني الكوره دي هو يعني هوايه براها لكن السياسه دي هم بهم الناس صح. يعني حسي ان لما اجي اتكلم عن انه رغيف العيش ده ما شأني اجتماعي صح؟ لكن قلب سياسة لكن هو سياسة يعني باليمين كده سياسة بالشمال بتلقيه لا مسألة كده براها أضف لي كده إنه إحنا عندنا سيطرة غريبة جدا في مجال الصحافة كويس؟ والكلام ده طبعا على الهوى وعلى مسؤولية الشخصية بعد ما هشتغل لكن أنت تجي تقومي تقولي مثلا تكتبي في عمود في السياسة هو صاحب الرأي أو السلطة أيوة في إنه لازم يعرف يكون عندك أب روحي يعني أنت ما ممكن تكوني طير حر بتكتبي على حسب مفاهيمك وكده لازم يكون عندك عباية أنت مخطوطة حتى ولو أنت كنت حرة نفسك أنت ما عندك اللي هي مسألة المثل الأعلى أو زي ما أنت قلت الأب الروحي دي لو كتبتي بيجي بقوم يقول لك انت شو نعرفك بالقصه دي يعني انت شايف على طيب اخوانا يعني ليه ما تعتبروا طيب انه الحاجه دي باعتبار ان انتم براحتوا في المجال الاجتماع وكده فالناس حابه تديكم الفرصه دي باعتبار تقاسم الادوار يعني انا مثلا اكتب في السياسه انت تكتب في الاجتماع غير اني اكتب في الاقتصاد من باعتبار انه يعني الرجل كتنازل خلاص مش هكتبوا في الاجتماع هي ما من حق يعني باعتبار انه انتم نجحتوا في الحاجه دي فممكن يكون في اشراقات والناس ممكن تستفيد منكم افيد اكثر مما تكتبوا في السياسه انا والله يا احمد بالمناسبه اقول لك كلام انا مبسوطه جدا بانه انا مهتمه بال يعني بما يسمى بالشان الاجتماعي يعني انا شايفه اصلا انه تغيير المجتمع او تغيير الحاصل ده بيحصل لما تغير في مفاهيم الناس اتجاه تربيه الطفل واتجاه المراه والمسائل دي احنا عندنا مشاكل كبيره جدا في المجتمع السوداني ليه لكن انه المجتمع السياسي عشان يعني انا ده رايي بالنسبه لي شخصيا الى حد كبير مشاعر بالنسبه لي كاتبه سياسيه يعني انا بفترض انه مشاعر عندها الجراه الكافيه يعني انها تتطرق لمواضيع انا بعجز عن انه انا اكتب فيها مثلا فإحنا شئنا أبينا يا أحمد بنبرح في الاجتماع دي ما في 2-3 يعني لأنه حسب تركيبتنا وفطرتنا النسائية وكذا لكن ما أنا شخصيا أنا الكتابة في السياسة ما بتستهويني لعبارة أخيرة ختمت بها مشاعر كرامة إنه إحنا وين هي السياسة ممكن نكتب عنها تعريفنا للسياسة سواء في المجتمع السوداني أو العموم الأفريقي زي ما قالت مشاعر تعريف مبتور تعريف ناقص تعريف يفتقد لكثير من التوضيح يعني إحنا لو عرفنا شنو السياسة وأسقطناها على الوضع الراهن في السودان بعد ذلك بنعرف إحنا بنكتب في شنو أنتوا لا بتترفعوا من الكتابة في السياسة والله أنا شخصيا ما داري أخوض في كتابة حاجة أصلا أنا ما فاهمها شنو حتى دالي وش بتقول هي ما بتكتب في السياسة دالي لازم ممكن تكون كلامه معجون بالسياسة السياسة دي لا يمكن عندها علاقة بأي تفصل الأحداث السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري وغيره وحتى الرياضي في السياسة في قصدي في الصحافة لكن هنا السؤال اللي بيطرح روحه يعني عفوا على المقاطعة أستاذة منى لكن يعني ليه المجتمع السوداني في مجالات كثيرة جدا اتنازل فيها للسيدات وللنساء بسهولة وبيسر مبالغ فيه يعني مثلا أستاذ منتصر زمان حتى الرجال ما كل الأسر بتسمح لأولادها أنه يغنوا أو يكون فنان وكذلك بالتالي السيدات والنسوة لكن هسي حاليا بقت مقبولة ما بقى في زول ممكن طالما البيت عندها الموهبة أنه صوت جميل ما في إشكالية وما في ما يمنع أنه تتغنى وكذا طبعا إلا بسيطين السياسة اللي الآن تابو محرم لأن السياسة عندها علاقة بالسلطة أو هي الوجه الآخر للسلطة
فممارسة الكتابة والتحليل السياسي هي مناوشات مع عروش معينة، وهي في يعني وجه آخر من وجوه يا نقد أو مباركة السلطة أو الشكل السلطة والقائم. نرجع لك للمشاعر، إنه أبعد لنا من القصة دي اللي هي الوصائية. أنا قبل لما قلت الأبوية الذكورية بقصد الوصائية اللي بيمارسها حتى الزميل، حتى الزميل الصحفي يقول لك أنت مالك ومال الموضوع ده، ما أنت كتاباتك الاجتماعية أجمل، أنت والله ده ملعبك ده مجالك. هي القصة ردودك بيكون شنو عليك يا منى لما زول يقول لك كلام؟ أنا بقول أنا بناقش أصلا طريقتي في كتابتي، أنا ما أعرف يتفقوا معي الزميلات ولا لا، لكن أنا بفتكر إنه أول حاجة في حاجتين أنا بتكي عليهم. أنسنة الفكرة عموما، أنسنت الفكرة اللي أنا بتكلم عنها دي، وأنسنت تناولي أنا ليها بعيدا. أنا إنسان، أنا ما مرأة ولا رجل. الأنسنة دي في ملعبها أنا ممكن أكون جريئة بلا وقاحة، ممكن أكون مهذبة جدا لكن عميقة جدا. دي واحد. اثنين اللي هي إنه ما الموضوع القدامي ده هو عبارة عن فكرة، عبارة عن فكرة عندها علاقة بالناس زي ما قالت مشاعر، اللي هي هموم الناس وحاجاتهم وكذا. ما بفصل والله يقول ده سياسي ده اجتماعي. احنا لو تكلمنا عن رفع الدعم ولا رغيف العيش، ولا تكلمنا عن وات ايفر المراه، ان شاء الله انه المراه تكون مغنيه، ده كله حنلف ونرجع لشنو؟ للحته بتاعت انه ده اللي هي العلوم الانسانيه اللي داخله فيها سياسه وداخله فيها اجتماع وداخله فيها غيره. يعني ما بعدين بالمناسبه الحته دي ما مهدده منها حواء، بس هي مهدده منها حواء. وعاد في حاجه يعني يا سالي، الكتابه السياسيه في الصحافه السودانيه هي كتابه مصطلحات. التعريف السياسي للكتابه هو تعريف بتاع مصطلحات ونصوص، وليس تعريف للمضمون والمعنى. لانه لو جيت اتكلم عن مضمون الكتابه السياسيه ومعناها، ممكن فلانه اللي بيقولوا خدت يدها او صورتها جميله او كذا دي تكون. او حتى المهم انها هي سيده تكون كاتبه في شيء شان سياسي بعنف، لكن بالتفافه معينه او من كادر معين او من نقطه معينه تكون اعمق من غيرها. يعني ما صحيح. طيب يعني لو جينا لتجربه الاستاذ علي الياس، انت حاجزه مقعدين شاعر وكاتبه صحفيه. صحيح. والله شاعر ده طبعا الناس فرضته علي، وانا اتمنى انه انا اكون يعني مليته كما يجب المقعد ده، ما يكون فيه جزء شاغر حتى الان، لانه انا بفترض انها هي حتى الان لم تتجاوز مرحله الهوايه عندي، يعني ما دخلت مجال الاحتراف كما يجب. طولت سنين الهوايه بعدين طبعا يعني لحد وبتبيع شعرها وبتقول لك لسه انا هوايه وين الكلام حتى بتقول حتى بالمناسبه هي تريد على الياس الشعر 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 لسه انا مرحله الهوايه ده ما بس يعني انا كده بصد العين يعني ما شاء الله طيب نمسك الخشب طيب هتقري لنا حاجه شكلك طيب انا حاقرا لك حاجه هي بتشبه كلامنا اللي بنتكلم عنه بتاع انه الكتابه وما الكتابه والفكره عموما وقدرنا ان احنا شينا بين لقينا روحنا موضوعين فيه، يعني باعتبارنا بقينا لسان حال كثير من الناس او ملزمين بانه نعبر عن كثير من المشاعر اللي بتجي جوام. انا حاقرا طبعا يا جماعه لانه انا اللي دواعي العمر يعني جبالي قلنا الكبير منها ونكرتي بالمناسبه قالت اصغر واحده هاي ده عشان الكذي بعد ما صغيرة يا جماعه لسه ما بعرف احفظ معاناه القلم لينا كمان اغنيه منتصر لو اخترت لينا اغنيه وريتنا ان شاء الله كنا برضو بقلم نسائي لما يغني منتصر في ناس يمكن ما عارفين انه عندك مواهب ثانيه كمان انه بترسم وبتنحت وبتعمل حاجات كان زمان هسه خلاص اتخليت عن لا وصلت لحد مرحله انه بعد بقيت ببدا الحن واركب واقعد في الكيبورد وانفذ الحاجات فبقى ما عندي زمان اقوم امشي ارسم يعني حاجه واقعد تفتكر انه هوايتين في وقت واحد صعبه ممارستهم والله هم في زمان الهسه ده صعب منتصر معلش اسالك سؤال انت كنت شاطر في المدرسه وانت صغير بصراحه انا الطالب المثالي 8 سنه ما شاء الله والصحافه بعدك انتقلت للثانوي بعدك اهو بقدر حياتي ليه سالت السؤال بيقولوا الشافع اللي عنده مواهب الطفل اللي عنده مواهب متعدده ما بيكون ناجح كثير في المدرسه يعني زي لانه اصلا عندك العقل الابداعي منتصر اثبت العكس ترى انت 8 سنه الطالب المثالي كهادي في المدرسه لا ما كهادي انا اول الدفعه ما شاء الله كرر المدرسه وراي 8 سنه ما شاء الله لحد ما انتهيت من الجامعه بعد بديت الرسم ده من بدري الرسم ده من بدري شديد من انا طفل صغير كده برسم هو افلام الكرتون حتى زي ما تقولي كنت ماخذها زي هوايه كبيره كمان يعني كنت بحاول اجسد المسلسلات التلفزيونيه انا كابتن ماجد وما هو كلمه فبعمل في شكل مجلات صغير يا منتصر قدرنا كذا ما خليت الرسم مدام كابتن ماجد ايوه كل هذا كابتن ماجد يا احمد قدرنا كذا مع حكايه العمر دي سكتت سايله لا ما سكتت انا هطلع اصغر واحد في الناس القاعدين لكن سكتت ما في داعي تفضل طيب حتغني لنا شنو؟ طيب نحن نسمع اغنيه جديده هي نزلت او المفروض تنزل في العيد المريوده كلمات علي همشري
وفرحانه انا ان شاء الله. يا سلام، تفضل. قطعة وصالة المريودة، قطعة وصالة ما تريد ولا البالة. دليت سعيد بخياله وساهر طرفي نلبس حالة، عز الليل سعيد بخياله وساهر طرفي نلبس حاله، سابتني ومشت في حاله، سابتني ومشت في حاله، سابتني ومشت في حاله، وصابت قلبي نفس الحاله. مريوده قطعه وصاله، دي المريوده قطعه وصاله، الريد ولا على بالا. موصول بالغرام والريد ولكن المسافة بعيدة، ممكن بالغرام والريد ولكن المسافة بعيدة، نايرة وطباعة فريدة، نايرة وطباعة فريدة، نايرة وطباعة فريدة، ولا أمتين إيدي تمسك إيدا. قطعة وصالة مريودة، قطعة وصالة ناس يريد ولا عالبالة. غلبت الدموع يا حلة وكتين طيفة لي تجلى، غلبتني الدموع يا حلة وكتين طيفة لي تجلى، سألك يا كريم يا الله، سألك يا كريم يا الله، سألك يا كريم يا الله، ونتلاقى الخميس في الحلة. قطعة وصالة المريودة، قطعة وصالة ناس يريد ولا على بالة. فرقان من زمن في قيفة وبهواها وبغدس طيفة، كان من زمن في جيبها بقواها وبغدي سطيفها، العيون سلة سيفة، العيون سلة سيفة، العيون سلة سيفة، كان قتلتنا ياخا على كيفة. قطعة وصالة المريودة، قطعة وصالة ناس ولا قطعة وصالة المريودة، قطعة وصالة المريودة، قطعة وصالة المريودة، قطعة وصالة المريودة، قطعة وصالة ناس يريد ولا على بالا. ربنا ما يقطع الوصال ان شاء الله. شكرا منتصر هلالي. يعني نحن هندا قاعدين نغني لكم وقاعدين نتكلم عنكم والبريوده وخلافه وكلام جميل. طبعا انا دي مهمه جدا، لانه منتصر ده لازم اغني له. جدا جدا والله ما عندي مشكله. خلاص احنا ناخذ النسبه يا احمد معنا، حصل شغل بزنس حصل هنا. لا جماعة بعدين بنتيبه برا. طيب يعني هندا احنا بنغني لكم دائما
في كلام انه الرجل بيحب انه يحس اللي قدامه انثى باعتبار انه الصدام والصراع والخلاف والهناية ده ما حق الانثى، ده حق الرجال. ليه ما ممكن تاخذها بالفهم ده بالزاويه دي؟ انا والله بمتنع من انا قاعد ارفض التصنيف هاي وبمتنع على الرد. شوف الشباب دي انا ما شايف احمد يعني احنا مو قال لك ما ماخذنا كده يعني والانوثه هل بتتعارض بانك تكوني قويه في شخصيتك متسعه في افقك مثقفه، هل بتتعارض مع كده حتى في اقصاء الرجل؟ يعني في الان محاولات لاقصاء الرجل. طيب اذا كانت الاجابات مفروض تكون فرديه فانا شخصيا ما بحاول اقصي الرجل باي حال من الاحوال، وبالعكس بفترض انه اصلا انا ما مهووسه بحته انه لازم نكون على قدم وساق مع الرجال ولازم تكون في مساواه ولازم كده، انه انا بفترض انه انا كامراه افضل من الرجل في حياه كثيره على الاقل انا المحتوي وهو المحتوى. دي واحده من البدايه من الفطره الانسانيه. اضف الى ذلك انه في كثير من المهام اللي بنسقطها على العاطفه وعلى التفاصيل وعلى الاحتمال الرجل ما بيقدر يقوم بها بنقوم بها احنا. ففكره انه لازم نقصيه ولازم نتساوى معاه ولازم نفوته ولازم كده دي ما فيها تحديد. يعني برضو عندي تعليق على الحته دي وبتفق معاك داليا وبختلف مع مشاعر، انه لما نقول الاقلام الناعمه احنا ده ما تمييز للاقلام بانها ناعمه، ولكن وصف مننا للاقلام بانها ناعمه، زي ما بقول الاقلام الخشنه ما تمييز للرجل بانه خشن ولكن وصف، لانه دي صفته الحقيقيه الموجوده فيه الخشونه. يعني ما تمييز، انما هي ده وصف دقيق على الجنس اللطيف يعني. بالضبط.